اتفضل يا كابتن. والحاجه كمان الجميله اسلام ان امبارح حصل تكريم لاسر الشهداء. مظبوط. بصراحه يعني كانت ملحمه جميله جدا بين اسره النادي الاهلي طبعا ومجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب. ويعني عايز اقول كان يوم جميل جدا من الايام اللي فيها احتفالات نصر اكتوبر. وتولد بقى الانتصارات يعني المباراه الاولى بتاعت منتخب مصر فتحت لنا الثقه للمباراه الثانيه. فوزنا على منتخب ليبيا 1-0 في اللقاء الاولاني، هو ده اللي ادانا الثقه النهارده ان احنا نكسب 3-0 في ليبيا. فعايز اقول لك اسلام ان فعلا الشهر اكتوبر ده شهر انتصارات، ادانا ثقه بشكل كبير جدا في اللقاءين. فالحمد لله يعني توجنا الهدف اللي احنا كنا بنسعى اليه، اللي كانت الناس قلقانه على اللقاء، وكان في ضغط نفسي واقع على الجهاز الفني واللاعبين. أيوه. في المباراه الاولى، لكن طبعا بعد المكسب النهارده يعني في سهوله في الاداء بالنسبه لمنتخبنا، قدرنا ان احنا نفوز بثلاث اهداف، والثلاث اهداف فيهم جمل جميله جدا لعيبه النادي الاهلي لعيبه منتخب مصر قدروا يحققوا الهدف اللي هم بيسعوا ليه.